الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة. إن شاء الله نتكلم في هذا الجزء عن مرضين مهمين، أيضا من الأمراض التي تحدث في الإنسان في السيستميك مايكوزيز في الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان. في هنا مرض كوكسيديدو مايكوزيز بسببه فطر اسمه كوكسيدويدز إيميتيس. خلينا نشوف تفاصيل هذا المرض وكيف ممكن نشخصه وايش الأعراض تبعت المرض. هذا المرض بسببه فطر اسمه كوكسيدويدز إيميتيس وبصيب الجهاز التنفسي. هذا المرض من أخطر الأمراض اللي حكينا عنها كلها، more virulent of all fungal pathogens، كل الأمراض الفطريات، لكنه غير معدي. هذا المرض غير معدي، هذا بصيب اللي هو المنطقة في العالم نصف الكرة الغربي Western Hemisphere. هذا المرض أو الفطر موجود، ممكن نلاقيه في التربة وممكن نلاقيه في القوارض، أو الأماكن اللي بتكون موجود فيها القوارض. العدوى ممكن تحدث عن طريق استنشاق الأريثروسبورز أو الكونيديا أو السبورز تبعت الفطر، أو حتى ممكن يصير في تنشيط، إعادة تنشيط للفطر في داخل جسم الإنسان إذا كان هذا الفطر خامل. إذا كان الفطر موجود داخل جسم الإنسان وكان خامل، ممكن يتنشط مرة تانية ويعمل المرض مرة تانية، خاصة في الناس اللي مناعتهم ضعيفة. هذا الفطر الكوكسيدويدز إيميتيس برضو عبارة عن دايمورفيك فانجاي، بنلاقيه في التربة على شكل مولد وفي التشو على شكل سفريول. السفريول اللي هو عبارة عن كرة زي كرة أو دائرة بكون موجود داخلها اللي هي الفطر أو الأبواغ. في التربة بنلاقي الهايفي، موجود داخلها الأريثروسبورز. كيف يعني موجود داخلها الأريثروسبورز؟ بتكون موجودة الأريثروسبورز بالتناوب، بكون في خلية يعني مليئة وخلية فارغة، خلية مليئة وخلية فارغة، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي فوق، اللي هو بنلاقي أريثروسبورز وإمتي سيلز بالتناوب بالأبواغ، بتكون خلية فارغة وخلية مليئة. الأريثروسبورز هذه خفيفة، very light، خفيفة جدا، عشان هيك بحملها الهواء، ممكن تنتقل للإنسان عن طريق الاستنشاق، لأنها خفيفة جدا. في الرئتين، تبعت الإنسان هذه الأريثروسبورز ممكن تكون زي ما حكينا قلنا سفريول. السفريول يعني عبارة عن شكل زي ما شايفينها في الصورة، شكل بيضاوي أو شكل دائري، هذا الشكل كبير شوية، لكن بكون داخله كمية كبيرة من الإندوسبورز، بكون داخله جوا كمية كبيرة من الإندوسبورز. إيش الشكل هذا بنسميه؟ السفريول. لكن في مرحلة من المراحل هذا السفريول بتنتلي بالسبورز وبيطلع منها السبورز، والسبورز هذه بتنتقل او تنتشر في جسم الانسان، وممكن اي واحدة من السبورز هذه تكون سفريول جديدة، نيو سفريول، ويعني هذه تقريبا هي اللايف سايكل تبعت المرض. فالاورجانيزم ممكن ينتقل من خلال الشخص عن طريق اللي هو التمدد، يعني انه ينتقل من مكان الى مكان داخل جسم الانسان نفسه، او عن طريق الدم، ممكن تروح السبورز على مجرى الدم وتنتقل. هذه اللايف سايكل تبع الكوكسيدو مايكوزيس تبعت المرض. اول حاجة بيكون الاريثروسبورز موجودة ممكن في التربة وتتحول إلى هايفي،
والهايفا بتتقطع الى اريثروسبورز. بعض الاريثروسبورز ممكن تنتقل في الهواء ويستنشقها الانسان، وداخل الرئتين تبعت الانسان ممكن تتحول الى كريات، الى سفريول. السفريول هذه بتكون قلنا موجودة أو مليئة بالسبورز أو الإندوسبورز، بسميها إندوسبورز. الإندوسبورز هذه ممكن تنفجر، بتنتلي، أو قصدي السفريول ممكن تنفجر بعد ما تنتلي، وبيطلع منها السبورز أو الإندوسبورز. الإندوسبورز ممكن أي واحدة منها تكون سفريول جديدة، أو ممكن تنتقل إلى دم الإنسان وتنتقل إلى أي عضو في جسم الإنسان. هذا تقريبا اللي هو اللايف سايكل تبعت المرض أو الفطر. هذه نفس اللايف سايكل اللي حكيناها قبل شوية، وهذه برضه نفس اللايف سايكل اللي حكيناها قبل شوية، وقلنا انه بتبدأ من عند السبورز او الاريثروسبورز وتنتهي عند السفريول، وبرضه ممكن تطلع الاندوسبور من السفريول وتعمل سفريول جديدة او تنتقل الى دم الانسان. مرضى بالكوكسيدويدز ايميتس بكون سيل ميدييتد او ديليد هايبر سنسيتيفيتي، هذه بتساعد على الحد من المرض، بتخفف من المرض او بتمنع المرض او بتمنع الميكروب من انه ينمو ويتكاثر. فهذه استجابة مناعية من جهاز المناعة لمنع الميكروب من التكاثر. اذا هذه عبارة عن وان واي عشان نحدد إذا كان هذا الشخص عنده مناعة كافية لمقاومة المرض ولا لا. وممكن نفحص هذه الخاصية من خلال سكين تيست، نشوف هل المريض عنده adequate cell mediated immunity ولا لا، هل عنده cell mediated immunity كافية ولا لا. إذا كان في عنده سيل أو أديكويت سيل ميدييتد إميونيتي، معناته هو قادر على القضاء على المرض والتخلص من المرض. إذا كان ما عندوش، معناته مش قادر، مش هيقدر يتخلص من المرض. عشان هيك بشكل عام الشخص اللي هو بوزيتيف سكين تيست رياكشن عنده مناعة كافية للتخلص من المرض، أما إذا كان نيجاتيف مش هيقدر يتخلص من المرض. في لحظة من اللحظات إذا كان الإميونيتي استبرست، يعني المناعة قلت عن طريق علاجات أو غيره أو مرض، معناته ممكن في احتمال إنه المرض ينتشر في جسم الإنسان مرة أخرى. الأعراض بيكون عند المريض ممكن أحيانا يصير عنده أعراض شبيهة بمرض الإنفلونزا، بسموه فالي فيفر أو ديزيرت روماتيزم، حمى الوادي أو روماتيزم الصحراء. أقل من 1% ممكن يصير مزمن، ممكن يصير المرض مزمن وينتشر في جسم هذا الشخص. في الجلد وهو أشهر عرض من الأعراض، ممكن يصير عند المريض جرانيولوما، حبيبات، تحبب. ممكن يصير عنده دمامل باردة، يعني ما فيش فيها حرارة، بدون حرارة أو انفلاميشن. ممكن نلاقي عند المريض التهابات في العظام، أوستيوماليتس أو سينوفايتس اللي هو التهاب في السينوفيال فلويد. يعني ممكن المريض نلاقي عنده مننجايتس، التهاب السحايا. المرض أو الفطر في المختبر، العينة حسب المرض ممكن تكون سبيوتام، جاستريك كونتينتس يعني محتويات المعدة، ممكن تكون CSF إذا كان المريض عنده مننجايتس،
إكسوديت أو باص إذا كان المريض عنده دمامل. ممكن نعمل للمرض أو للفطر فحص مباشر ونلاقي عند المريض اللي هي الإسفريول، نشوف الإسفريول موجودة عند المريض من خلال فحوصات اللي هو الميتوكسولين ايوزين او بريوديك اسيد شيفستين او جمري ميثنامين سيلفرستين او جمري استين. يعني العينة حتكون من وين؟ من التشو. العينة في الغالب حتكون من التشو او من البلد او من البلد من التشو او من البلد. حنشوف الاسفريول، والاسفريول مليئة بالاندوسبور زي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت، اللي هي اسفريول مليئة بالسبورز. برضو شريحة توضح اللي هو الاريثروسبور، وملاحظين انه في قلنا احنا تناوب في خلية مليئة وفي امتي سيل، في خلية مليئة وفي امتي سيل، خلية فارغة، وهذه سميناها اللي هي الاريثروسبور او الترنيت أريثروسبور. المريض مزرعة الأطباق الزراعية الخاصة بالفطريات، وهنشوف الدايمورفيك فانجاي حينمو عند 25 على شكل مولد، وعند 37 على شكل اللي هي ييست أو الإسفريول. تنمو اللي هي الفطر خلال 3 إلى 5 أيام عند 25 درجة مئوية. ممكن نعمل المستعمرات اللي طلعت، اللي هو فحص اللاكتوفينول كيتونوبلو، ونشوف اللي هو البرانشينج سبتيت هايفي، وحنشوف التشين اوف ثيك وول ريكتانجولار اريثروكونيديا. نشوف الاريثروكونيديا اللي قلنا احنا بتكون خلية مليئة وخلية فارغة. ممكن ان القطع من الاريثروكونيديا هذه نسميها انفكشس بروباجيول، هي هذه الوحدة التي تنقل المرض، الوحدة التي تنقل اللي هي المرض اللي هو بسموها انفكشس بروباجيولز، الوحدة التي تنقل المرض، وممكن تتطور هذه من اللي هو الالترنيت سل. ممكن كمان نعمل للمريض الاميونو دياجنوزيز فحوصات السيرولوجي والمناعية، نعمل سكين تيست، نعمل او نحقن تحت الجلد الكوكسيدين، ونشوف البوزيتيف اكتر من 5 ملليمتر انديوريشن، يعني تيبس خلال 24 لـ 48 ساعة بكون بوزيتيف. ممكن نعمل المريض كمان سيرولوجي ونشوف الانتي بادي للفطر. نشوف مع بعض اخر فطر في الفطريات التي تصيب الاعضاء الداخلية لجسم الانسان، اللي هو البارا كوكسيديدوميكوزيز، واسم الفطر اللي بيسبب المرض هذا بارا كوكسيدويدز برازيليانسيز. نشوف ايش اعراض المرض وكيف ممكن نشخصه وكيف شكل اللي هو الفطر. كوكسيديدومايكوزيس هو مرض ممكن يكون حاد أكيوت أو مزمن، والمرض هذا يتميز بأنه في عندنا جرانيولوما، يعني في حبيبات بتكون في جسم المريض. بداية بكون المرض في الرئتين، وبعدين ممكن ينتقل إلى الجلد أو الأغشية المخاطية أو الليمف نود، العقد الليمفاوية، أو أي مكان داخلي في جسم الإنسان. طبعا بسببه فطر قلنا بارا كوكسيدويدز برازيليانسيز. المرض هذا يقتصر على مناطق محددة من العالم اللي هي ساوث جنوب أمريكا، جنوب أمريكا، وبسموه حتى ساوث أمريكان بارا كوكسيديدومايكوزيس. يسبب فطر باراكوكسيدويدز برازيليانسيز
وعبارة عن فطر ديمورفيك فانجاي، زي ما حكينا بكون موجود على شكل مولد في التربة وعلى شكل ييست في التشو. الفطر هذا مميز جدا في شكله، انه له اكثر من بادز، اكثر من طبقة، يعني هبدأ من الصورة 1 2 3 4 5 6، 6 تبرعمات لهذا الفطر، لانه موجود على شكل خمائر، والخمائر هذه ممكن نلاقي لها اكثر من تبرعم، بسموه مالتيبل بود، مالتيبل بود، بعكس اللي هي البلاستومايسيس ديرماتايتس اللي لها بد واحد، تبرعم واحد فقط. زي ما حكينا بداية انه هذا المرض اول ما ينتقل ينتقل الى الرئتين، الانسان يستنشق السبورز او اليست سيل هذه، و بتروح الرئتين وبتبدأ المرض، وممكن كمان يكون المرض اسيمتوماتيك يعني بدون اي اعراض، لكن ممكن المرض ينتقل من الرئتين ويروح الى مناطق تانية، مثلا الاورال ميوكاس ميمبرين، الاغشية المخاطية في الفم، ممكن في العقد الليمفاوية بصير في اللارجمنت، تضخم فيها، واحيانا ممكن ينتقل الى اي مكان في جسم الانسان واي عضو في جسم الانسان. اذا هذه اللايف سايكل بتكون السبورز موجوده في التربه، بيستنشقها الانسان وبتروح على الرئتين، وممكن تكون اسيمتوماتيك او سيمتوماتيك، يكون في لها اعراض او ملاش اعراض، ممكن بعدين تنتقل إلى أي مكان في جسم الإنسان وتسبب أعراض أخرى، مثلا زي ما حكينا قبل شوية الأغشية المخاطية في الفم، ممكن تروح على العقد الليمفاوية وتعمل تضخم في العقد الليمفاوية. الإبيديمولوجي أو العوامل المشجعة على حدوث المرض، Natural Receptive Status يعني وضع طبيعي بكون في الإنسان، زي مثلا الطفولة بكون وضع طبيعي لكن مناعته ضعيفة الإنسان، كبير في العمر برضو وضع طبيعي لكن مناعته ضعيفة، بريجنانسي برضو، الحمل برضو بتكون مناعة الأم ضعيفة، ممكن يصير تغير في اللي هو بكتيريا الفلورا، البكتيريا الطبيعية في جسم الإنسان تتغير أو تنقص، فبزيد الفطر وبياخد فرصته في جسم الإنسان. ممكن تغير في الإندوكراين سيستم، الغدد الموجودة في جسم الإنسان زي مرض السكري مثلا، ممكن اللي هو ضعف في مناعة جسم الإنسان بشكل عام، مالجنانسي سرطانات مثلا في جسم الإنسان، او الانسان بياخد علاجات بتضعف المناعة زي الاستيرويد او الاميونوسابريسنت او الكيموثيرابيوتيك، العلاجات الكيميائية، او كمان التروما، الضربة مثلا او حرق او كذا، برضو بتشجع على حدوث المرض. كمان من الاشياء المشجعة على حدوث المرض، ممكن عوامل الضراوة اللي موجودة في الفطر، زي مثلا الدهجين اللي هو التصاق الفطر في جسم الإنسان ودخول الفطر في جسم الإنسان، فبدخل وبيلتصق بسهولة في جسم الإنسان وبيعمل colonization يعني تمركز، وبيعمل عبارة عن مستعمرات في جسم الإنسان، وبيقتحم جسم الإنسان إلى مناطق عميقة، واللي بيساعده في ذلك بعض الإنزيمات زي الفوسفولايبيز، الفوسفولايبيز بروح بحطم خلايا جسم الإنسان وبدخل جسم الإنسان بسهولة، الفطر بيدخل جسم الإنسان بسهولة بسبب هذا الإنزيم، وبسبب إنه حجم الفطر كبير جدا فبتقدرش تلتهمه كرات الدم البيضاء، ما بتقدر الفاجوسايت إنها تلتهم هذا الفطر. بالإضافة إنه الفطر ممكن يعمل بايوفيلم، يروح يتجمع بكميات كبيرة، فما يقدر جهاز المناعة
يتغلب عليه فيبقى فترة طويلة في جسم الإنسان. تشخيص المرض، تشخيص الفطر، أول شيء العينة قلنا حسب المرض ممكن سبيوتم برونشيو ليفر لافاج بس كراست فروم جرانيولوميتاس ليجون. كراست يعني قشور من اللي هو الحبيبات الموجودة في جسم الإنسان. بيوبسي اللي هي الخزعة. ممكن نعمل العينات هذه فحص مباشر، فحص الكيو اتش او كالكوفلور فلاور، كالكوفلور وايت، كالكوفلور وايت بنعمل له اللي هو عبارة عن فلوريسنت، بنلاقي في عنا خلايا راوند ريفراكتل ييست عبارة عن خلايا خمائر لامعة ومستديرة حجمها من 2 × 10 إلى 30 مايكرون. ممكن نلاقيها وحيدة أو عبارة عن سلاسل ممكن ناخذ العينة كمان أو نعمل صبغة الأنسجة اللي هي ميثوكسيلين أيوزين أو جمري ميثنامين سيلفر استين. ممكن نعمل مزرعة للعينات، عينات المرضى عشان نشوف سبب المرض. ممكن نعمل مزرعة على سبرويد ديكستروز أجار أو برين هارت انفيوجن أجار أو حتى بلاد أجار، وبنعمل انكيوبيشن من 25 إلى 37 درجة مئوية. عند 25 درجة مئوية حنشوف المستعمرات لونها أبيض على أسمر، وبنلاقي الريفيرس بيجمنتيشن تبعتها بني على صفار، هذا لون المستعمرة. لو عملنا للمستعمرة هذه لاكتوفيرون كوتون بلو حنشوف اللي هو المايسيليوم وموجود داخلها اللي هو الكلاميديوسبور، واحنا قلنا الكلاميديوسبور سابقا عبارة عن انتفاخات موجودة في وسط الهايفي. لو زرعناها المزرعة عند 37 درجة مئوية حنشوف مستعمرات لونها عجيني اوف وايت لكريمي او عجيني باستي. لو اخذنا من المستعمرات هذه عينة وعملنا لها لاكتوفينول كوتون بلو حنشوف المستعمرات على شكل اللي هو مارينرز ويل، زي عجلة القيادة تبعت السفن، عجلة القيادة تبعت السفن، لأنه بتكون في خلية خميرة يسل يعني في الوسط وحواليها مالتي بد، يعني في تبرعمات كتيرة حوالين اليستل زي الصورة اللي أنا شايفينها تحت. شايفين الخمائر زي احنا قلنا مالتي باد، شبهوها بالستيرينج ويل، كمان ستيرينج ويل اللي هو عجلة القيادة تبعت السيارة أو تبعت السفينة لأنه إلها مالتي باد. وهذه كمان شكلها شايفين إلها أكثر من تبرعم، زي عجلة القيادة. وبرضو هذه برضو خلية شكلها مميز، بنلاقي لها أكثر من تبرعم. هذه عبارة عن الفروقات في الأشكال بين الفطريات اللي بتسبب الأمراض الداخلية لجسم الإنسان اللي هي systemic infection. شايفين شكل الهيستوبلازما كابسوليتم عند 25 درجة مئوية كيف شكلها بكون، وعند 37 درجة مئوية بكون كيف شكلها. بلاستومايسيس ديرماتايتس عند 25 بكون كيف شكلها، عند 37 كيف بكون شكلها. قلنا بكون لها سنجل ببرود بد، سنجل برود بيز بد. برضو بارا كوكسيدويدز برازيليانسيز عند 25 كيف بكون شكل الهايفي، وعند 37 كيف بكون شكل اليست. قلنا إلى أكثر من تبرعم مالتيبل بد. برضو الكوكسيدويدز إيميتس كيف بكون شكلها عند 25 درجة مئوية،
اوكي بكون عند 37 درجة مئوية على شكل سفيريول، والكريبتوكوكس نيوفورمانس كذلك كيف بكون شكلها، يعني مش حيختلف كتير عند 25 ل 37 لأنها مش من الدايمورفيك فانجاي. هذا الجدول يعني ملخص للكلام اللي شرحناه خلال الشابتر، ممكن يستعين فيه الطالب عشان يعني يلخص معلوماته أو يجمع معلوماته من خلال هذا الجدول.